طيب بموضوع الإنرجي هون بدنا ننبه لشغلة إنه كنت لفت لها النظر قبل أو حكي عنها. الإنرجي بوتنسيال ما رح أحكي عنها إلا هي الجملة. الإنرجي بوتنسيال لأي كور ريجيد سوليد ريجيد منروح منفتش عليه نسبة، هذه الإنرجي منفتش عليها نسبة للنيفو تاع السنتر دو جرافيتي اللي لا قد بيبعد عن النيفو دي ريفيرونس اللي نحن بنكون مختارينه او بكون مفروض علينا بطريقه ما او بنكون نحن فرضينه عليكم يعني. فهون بس رح احكي على موضوع الانرجي سينيتيك، الانرجي بوتنسيال دو بيزونتور بالتحديد هي عباره عن شو الانرجي بوتنسيال دو بيزونتور، هي ام جي اش. اش لمين؟ للجي، للسنتر دو جرافيتي تاع السوليد. بحالة الانرجي سينيتيك، ونحن من الديفينيسيون تاع الانرجي سينيتيك اتفقنا انه هيدي الانرجي هي ناتجة عن الموفمون، فحسب الناتور دو موفمون بتتغير. اذا الناتور دو موفمون كان للسوليد هو ترانسلاسيون او اون روتاسيون بتتغير هيدي الانرجي. اخذنا هلا سوليد اس اوكي عم بيعمل موفمون دو ترانسلاسيون بفيتاس في. للتذكير كنت ذكرهم قبل، إذا عندنا سوليد اون ترانسلاسيون عندنا مين فيتاس لينير لكل اللي بوان. يعني الفي للبوان 1 بتساوي الفي للبوان 2 بتساوي الفي للجي بتساوي الفي للسوليد. دونك الانرجي سينيتيك دو ترانسلاسيون ات ايغال السوم على الاي للانرجي سينيتيك لشاك بارتيكول. يعني هو مجموع الانرجي سينيتيك لكل بارتيكول، هيدي توتال للسوليد بس يكون اون ترانسلاسيون. هو مجموع شو؟ مجموع الانرجي سينيتيك لشاك بارتيكول، هيدي هي انرجي سينيتيك سينيتيك دو لا بارتيكول اي ام اي اذا بدنا نكون اكثر دقيقين. اوكي طيب عم بيجمعهم كلهم لهودي الانرجي سينيتيك، جمعهم كلهم هو سوم ان دومي ام اي في اي او كاري. انرجي سينيتيك احنا بنعرفها شو الديفينيسيون اللي لها، هي 1 سور 2 ام في كاري 1 سور 2 ام اي في اي او كاري. طيب بما انه الفي هي مشتركه للكل فرح ناخذها مثل فاكتور كوما اللي هي في جي او كاري. اوكي بيبقى عندي الصوم بس على الام اي. اوكي والاندومي ما قال عليها بالصوم اي كونستون بتظهر لبرا. طيب ايجال اندومي ماس توتال للسوليد في جي او كاري. دونك الانرجي سينيتيك حاطتهم ترانسلاسيون اكيد للسوليد هي 1 سور 2 الماس للسوليد يعني الماس توتال ضرب الفي جي او كاري. فيتاس للسنتر دو جرافيتي او كاري. هون حاطط لكم انه الصم على اي للام اي هي الماس توتال. طيب باختصار يعني الموفمون دو ترانسلاسيون بحاله السوليد بحاله موفمون دو ترانسلاسيون الانرجي سينيتيك دو ترانسلاسيون اللي له هي فقط عباره عن الانرجي سينيتيك لشو؟ لا او ديبون فقط بالفيتاس او كاري للسنتر دو جرافيتي. هي ان دومي ام للسوليد في او كاري. ننتقل للكا الثاني. إذا أخذنا هلا إذا كان السوليد بحالة روتاسيون. السوليد بحالة روتاسيون راح ياخذ هذا السوليد S بحالة روتاسيون. عندنا هذه الفيتاس أنجولار تيتا بوان، افترضنا تيتا بوان هي الفيتاس أنجولار، هي دي تيتا سور دي تي الفيتاس أنجولار للسوليد S، عم بيعمل روتاسيون حوالين الأكس دلتا. هون كمان ذكرين قبل بس للتذكير انه شاك بوان اون ديكري ان سيركل. وحكينا قبل سوليد اون روتاسيون عندنا ميم فيتاس انجولار، يعني كل بارتيكول هون اللي معتمدهم مثلا هم اثنين اوكي رح يكون عندها فيتاس انجولار، عندهم كلهم ميم فيتاس انجولار تبعية السوليد كله، ولكن عندنا دي فيتاس لينيار ديفيرونت اللي هن في اي ار اي تيتا بوان والفيلاجي هي ار جي تيتا بوان. هلا هون قبل ما نحكي عن الانرجي سينيتيك بس حبيت اوضح اذا اخذنا مثلا بوزيسيون محدد اوكي وعمل روتاسيون بكون كل بوان شو عملت؟ عملت ارك مثلا
اللي هو دي اس، وهيدي هون الانجل شوي بتكون دي تتا. اوكي، الفاريشن لهيدي الانجل بارابور اوتو هي عباره عن شو؟ عباره عن الفيتاس انجولار. طيب وهون كمان حطيتها بصوره ثانيه اوضح. عم نشوف هون الفيو هيدي من فوق عم نشوفها، هون عم نشوف اذا عندي بوان عم تنتقل من ا للبي عم تعمل ارك بفاريشن للانجل تتا. هون محطوط دلتا تتا، بس فينا اذا عم نحكي بانترفال دتون كثير صغير هي دي تتا. عم تعمل هيدي الموفمون سيركولير مثل السوليد كله بارابور الاكس دلتا. هون عم نشوفها من فوق هيدا الارك، هيدي عم تعمل موفمون سيركولير بهذا الشكل. نحن الهدف اللي لنا هو عباره عن شو؟ هو الهدف نفتش على الانرجي سينيتيك دو روتاسيون. ولكن هون للتذكير رجعت عدتهم هودي اللي كنت شارحهم بالبدايه بالمقدمه وقت ما كنت عم بعرف السوليد والموفمون اللي له. طيب الانرجي سينيتيك للسوليد اون روتاسيون هي نفس المبدا. الانرجي سينيتيك توتال للسوليد هي جمع كل الانرجي سينيتيك للبارتيكول. يعني هون عم بعمل الصوم من ا من البارتيكول ا، مثلا عندنا ان بارتيكول مثلا. اوكي، فهي عباره عن الصوم لكل انرجي سينيتيك عم نجمعه. هي الصوم على الاي ان دومي ام اي في اي اوكاري. طيب ولكن الفيتاس هون الفيتاس لينير بحاله السوليد اون روتاسيون هي شو بتساوي الفيتاس هيدي؟ بتساوي ار اي تيتا بوان اي. اوكي، شو بتكون البارتيكول اي ديكري ان موفمون سيركولير عم تعمل موفمون سيركولير. فهيدي الموفمون سيركولير عندها ريون ار اي، اوكي، وعندها فيتاس انجولار تيتا بوان دي تبعيه السوليد. فهون صارت هي ان دومي صوم على الاي ام اي ار اي تيتا بوان اي كلهم اوكاري، هيدي هي الفي دو اي. اكيد الاوكاري لان الفيتاس اوكاري. ايجال ان دومي، هلا بفصل شو اللي بده يفصله؟ هون عندنا تيتا بوان اي هي عباره عن تيتا بوان تبعيه السوليد، فاخذتها بريت الصوم عاشل عليها بالصوم مثل اللي عندني اخذتها فاكتور كوما. يعني كيف واحد بده يقول لي فاكتور كوما؟ تخيل الحكايه هون مثلا عندنا 1 سور 2 مثلا عم نعمل صوم 1 دومي ام 1 ار 1 او كاري تيتا بوان او كاري بلس 1 دومي ام 2 ار 2 او كاري تيتا بوان او كاري بلس 1 سور 2 ام ان ار ان او كاري تيتا بوان او كاري. طب هيدا كله شو فينا ناخذ فاكتور كوما؟ او شو اللي اخذناه فاكتور كوما؟ اخذنا تيتا بوان او كاري، هيدا تيتا بوان او كاري، والباقيين كلهم بقيوا ضمن الصوم. يعني الام اي ار اي خليتهم كشكل صوم بدون ما اكتبهم بهذا الشكل. فصار عندنا 1 سور 2 صوم على الاي ام اي ار اي او كاري فوا تيتا بوان او كاري. والام اي ار اي او كاري هيدي عباره عن شو؟ عباره عن المومود انرسي. فالصم على المومود انرسي للبارتيكول اي فصارت هي المومود انرسي توتال للسوليد. يعني فهون بنقول الانرجي سينيتيك دو روتاسيون هي عباره عن 1 سور 2 فوا اي فوا تيتا بوان او كاري. افيك الاي هي الصم على الاي ام اي ار اي او كاري المومود انرسي للسوليد. اليونيتي اللي لها هي ماس يعني كيلوغرام، الار او كاري يعني هي متر او كاري. اوكي، فهون المومود انرسي. شو موضوع المومود انرسي؟ المومود انرسي تلعب دور الماس بحاله الروتاسيون. يعني الان دومي ام في كاري او بحاله الموفمون وقت ما تكون عندي ترانسلاسيون، كل ما المس كبيره او كل ما المس صغيره بتصير هيدي عندها قابليه لتتحرك بشكل اكبر او اقل. طيب بحاله الروتاسيون مين بيلعب هذا الدور؟ بيلعب هذا الدور هي الكونتيتي فيزيك اللي بنسميها مومون دينيرسي، او مش كونتيتي فيزيك فينا نحطها باي خانه ثانيه، بس انه هيدي الكونتيتي اللي هي ام اي ار اي او كاري هي بتلعب دور الماس. يعني يا هي بتساعد على الموفمون، في ناس بسموها مثل انه الماس كل ما كبرت بتكون عم تعمل ريزيستانس على الموفمون، او عم بتساعد على مش بتساعد يعني قديش بتكون عم تلعب دور هيدي الكونتيتي دو ماتير
لحتى هذا السبب الكوز اللي هو الفورس يقدر يحركها ولا لا. هون بالحالة المومود انرسي قديش المومولا الفورس اوكي هي اللي بتسبب الروتاسيون، فالمومود انرسي بتلعب هذا الدور، قديش هذه الكونتيتي بتخلي السيستم عنده قابلية ليتأثر بالفورس او بالمومولا الفورس ليعمل روتاسيون او لا. طيب اخر نقطة هون عندنا C الموفمون دان كور سوليد بشكل كيلكونك، يعني بشكل كيلكونك يعني هون الموفمون للسوليد هي عبارة عن ترانسلاسيون زائد روتاسيون. طيب عندنا الانرجي سينيتيك توتال هي عبارة عن الانرجي سينيتيك دو ترانسلاسيون زائد انرجي سينيتيك دو روتاسيون، هي 1 دومي ام في او كاري. الترانسلاسيون هي ممثلة بال 1 دومي ام في او كاري، والروتاسيون ممثلة بال 1 دومي اي تيتا بوان او كاري. واعطيتكم مثال رح ارجع عيد، مثلا اذا عنا رو اوكي على بلون هوريزونتال اوكي هيدا الاكس اكس مثلا، هون عم تعمل روتاسيون بهذا الشكل اوكي بانجل تيتا بوان. الفي دو جي هيدي الفي لجي هي بتكون عم تلعب دور الترانسلاسيون، وكل بوان هون شو بتكون عم تعمل؟ عم تعمل دور الروتاسيون، عم تعمل يعني كموفمون هي عم بتغير الانجل، يعني هذه هي الانجل اللي بتكون بهذا الشكل هون تحت. هلا برجع برسمها، هذه رح ارجع لها بعدين ونحكي عن الترافاي اوكي للفورس دو فروتمون ستاتيك وللروتاسيون وهالشغلات، هودي بالاخير الجأ لهم ونحكي عليهم أو نحكي فيهم. هلأ خلصنا موضوع الانرجي سينيتيك، قلنا الانرجي سينيتيك توتال لسوليد بكون عنده موفمون كيلكونك اللي هي ترانسلاسيون مع روتاسيون، هي عبارة عن 1 دومي ان في او كاري للسنتر دو جرافيتي زائد 1 دومي اي تيتا بوان كاري للسوليد. بموضوع الاي هون عم نحكي عن الاكسبرسيون للمومون دينيرسي. بموضوع المومون دينيرسي الاكسبرسيون هودي بدكم تكونوا بتعرفوا انتو، ركزوا معي، بدكم تكونوا الماس بونكتيال حافظينه والتيج حافظينه، اما الباقيين نحن بنعطيكم اياهم. راح اعرض عليكم مثلا اذا عندنا بارتيكول او ماس بونكتيال ام مثل هون عم تعمل مثلا روتاسيون حوالين اكس دلتا، شو المومو دينيرسي اللي إلها بهذه الحالة؟ بتكون هي ام ار او كاري. شو هي الار؟ هي الديستانس من الماس لشو؟ للاكس دي روتاسيون، يعني هي بتكون البيربوندكولير بين الماس والاكس دي روتاسيون، هذه هي الديستانس، فهيدي بتكون تكونوا حافظينها. طيب بحالة السيرسو او بحالة السيلندر والديسكو نحن والسفير نحن بنعطيكم اياهم. طيب السيرسو والانو يعني مثل اذا بدكم مثل جونت البسكليت اوكي، دولي بسكليت فاضي من جوا من هون فراغ، بينما الديستريبيسيون للماس هي موزعه على بارتي هون، او مثل المحبس اوكي، فبيكون من في فراغ وفي ديستريبيسيون للماس على سماك صغيره على الاطراف كلها من برا. فهون المسافه من ديستريبيسيون للماس للاكس دي روتاسيون هي R بدي سميها اوكي، فبس عم نقول distance يعني perpendicular بتكون للأكس دو روتاسيون المومو دينرسي هي MR كاري، هيدي كمان نحن بنعطيها. الديسك والسيلندر اوكي هيدا ديسك، شو الديسك؟ الديسك مثل الدي في دي يعني distribution للماس موزعة على كل السيرفاس مع سميك صغيرين الابسفير صغير، وهيدي سيلندر فورم سيلندريك عنا فورم سيلندر اوكي. الدلتا هون بيكون مارق بالاكس بتاع السيلندر اوكي بالسنتر دو ماس اللي لها او بنسميه سنتر دو ماس الجي اوكي. والديسك كمان بيكون الاكس ماري وين بنصه بالسنتر دو ماس اللي له. الاي اللي لهم هي ان دومي ام ار او كاري. الار للسيلندر هي من الاكس للطرف يعني مثل الريون للسيلندر يعني عادي، والديسك الريون اللي لها هو ار هي ان دومي ام ار كاري المومون دينيرسي. نجي اخر شيء للسفير،
عندنا سفير عم تعمل روتاسيون حوالين اكس دلتا اللي مارق بالسنتر اللي لها او او جي، عندها ريون ار، مومو دينرسي اللي لها هي 2 سور 5 ام ار او كاري. هودي كلهم نحن بنعطيكم اياها ما عدا الماس بونكتوال. اوكي انتو هيدي يا بنعطيها او بتكون تحفظوها، يعني مرات نحن بنعطيها بس اغلب الحالات انتو بتكون تكونوا حافظينها. مثل التيجي، بموضوع التيج او البار اوكي عندي حالتين، يا الاكس دو روتاسيون بيمرق مثل هون، هيدي الاكس دو روتاسيون بيمرق بالسنتر دو جرافيتي او سنتر دينيرسي للتيج، والتيج عنده ديستريبيسيون لماس هون، والتيج بنعتبره اوكي عنده لونجور ال اوكي هوموجين، يعني عنده لونجور يعني ديستريبيسيون للماس هي متوزعه بشكل متساوي بين كل اجزائه، عنده لونجور ال. هون عم نقول مومو دينيرسي دون تيج بارابور ان اكس دلتا باسون بار سون سنتر دينيرسي جي، هذه اول حاله. الاي دلتا جي عادة بنسميها اوكي، بس لنميز بينه وبين الحالة الثانية هي انسير 12 ام ال او كاري. بدنا ننبه اذا كان اللونجر هو 2 ال، محل هيدي ال شو بتحطه؟ 2 ال او كاري، يعني هي 4 ال او كاري. طيب نرجع للحالة الثانية، مومو دينيرسي لتيج اوكي بارابور ان اكس دلتا باسون بار لون دي سيز اكستريميتي اوكي، اذا مرقت بوحده من الاكستريميتي يا هون او ممكن تكون هون، بالحالتين هي ذاتها يعني اوكي. هون شو بتكون المومو دينيرسي؟ هي ان سور 3 ام ال او كاري. هودي بدكم تحفظوهم هني والماس بونكتويل او البارتيكول. طيب عندنا كمان اذا بدنا نفتش على مومو دينيرسي اوكي بارابور ان اكس ما بيمرق بالسنتر دينيرسي اوكي، ما بيمرق بالسنتر دينيرسي، يعني مثل حاله التيج والاكستريميتي هيدي اوكي. فشو بنطبق هون؟ يعني هيدي كيف كيف اشتغلناها؟ طبقنا على التيج عم بيعمل روتاسيون حوالين اكس مارق بالاكستريميتي، طبقنا على تيوريم ديزاكس باراليل. تيوريم ديزاكس باراليل permet d'évaluer l'inertie اوكي مومون دينيرسي عفوا هون اي دان كور بارابور ان اكس دو روتاسيون كيلكونك ا بارتير دي لينيرسي، يعني مومون دينيرسي المقصود فيها اي دلتا جي دو كور بارابور ان اكس باراليل، بالنسبه لاكس باراليل باسون بار لو سنتر دو ماس جي du corps et de la distance d. كيف يعني؟ إذا هلأ بدي فتش، بدي حاول أرسمها هذه بشكل تاني بس حتى نفهمها. هون هلأ مثلها بس بدي غيرها، بدي خلي هذا السوليد يعمل روتاسيون حوالين أكس دلتا هون برا أو جوا. أوكي. فهون كيف منجيب المومو دينيرسي لهذا السوليد إي دلتا؟ نروح منقول وين السنتر دينيرسي اللي له؟ هيدي السنتر دينيرسي بمد اكس بيمرق بالسنتر دينيرسي بارالل على دلتا، مدات اكس بيمرق بالسنتر دينيرسي بارالل على الدلتا سميته دلتا جي. من مد الديستانس بيناتهم يعني بنعمل بيربوندكولير عليهم الاثنين، هيدي هي، هيدي شو بدي سميها؟ هيدي دي. فشو بقول التيوريم هذا؟ بقول اي للدلتا هيدا الاكس اوكي اللي بريت السوليد او ضمن السوليد مثل هون، يعني مثل هيدي الحاله اللي هون نفس المبدا هي ذاتها اوكي، هي اي دلتا جي هي اي للسوليد اوكي، اي للسوليد اللي مرقه بالسنتر دينيرسي مثل ديسك مثل سفير مثل اللي حكيت عنهم قبل هن 2 سور 5 هي ان سور 2 الى ما هنالك، زائد الماس للسوليد ضرب الديستانس او كاري بين 2 اكس. اذا بدي اطبق هذا الشيء على التيج طلعوا هون تيج، وقت ما نحكي عن اكس مارق بالاكستريميتي طيب شو بيجي بقول اذا بدي طبقهم؟ بمد اكس بيمرق بالسنتر دينيرسي مدات اكس سميته دلتا جي، بعمل البيربوندكولار، هيدي البيربوندكولار هيدي الديستانس بيناتهم، شو هي دي؟ يعني قديش بتساوي ال سور 2؟ بنطبق التيوريم اي للدلتا هي اي دلتا جي زائد ام دي او كاري، اي للدلتا هي اي للجي
donner 1 sur 12 ml au carré plus m l sur 2 au carré distance. يعني صار عندي إياها 1 sur 12 ml au carré plus m l au carré sur 4. يعني صارت 12 ناخد denominator comme 12 اوكي m l au carré plus 3 m l au carré. يعني صارت 4 m l au carré sur 12. يعني صار عندنا إياها 1 sur 3 m l au carré. هيك بنكون طبقنا تيوريم des axes parallèles. رح ارجع عيد وكرر موضوع المومو دينرسي. بدكم تكونوا حافظين الماس بونكتويل بارتيكول ماس بونكتويل وتكونوا حافظين تبعو التيج وباقي ما تبقى نحن كل شيء بنعطيكم اياه. قبل ما فوت بموضوع المومو دينرسي عفوا المومو سينيتيك رح اوقف هذا الفيديو ونرجع للمومو سينيتيك لحال. مومو سينيتيك أو مومو أنجولار هيدي كونتيتي فيزيك. مثل ما حكينا بالفيزيك عادة عنا عدد من الكونتيتي اللي بيعطونا مؤشر لدراسة أي موضوع. مثلا المومو للفورس كانت هي تعطينا قديش قدرة هيدي الفورس لتخلي هيدا السيستم يعمل روتاسيون. المومو سينيتيك هي عبارة عن المومو للكونتيتي دو موفمون عزم الكونتيتي دو موفمون بارابور ان بوان. هي اول ديفينيسيون. اثنين سيت غروندور فيزيك بيلعب دور دون لي كا دون روتاسيون هو رول انالوج ا سيلوي دو لا كونتيتي دو موفمون بار اون ترانسلاسيون. بدنا نفهم هالشغلتين كديفينيسيون. أول نقطة عم نقول اون فيزيك المومو سينيتيك للبوان ماتيريال هي المومو للكونتيتي دو موفمون بارابور ان بوان. هي قديش قدرة الكونتيتي دو موفمون لتكمل بالموفمون اللي لها. تاني نقطة ست غروندور فيزيك بيلعب دور بحالة الروتاسيون شبيه بحالة شو الكونتيتي دو موفمون بحالة الترانسلاسيون. يعني عندها دورين أو تشابهين. La variation de la quantité de mouvement est reliée aux forces exercées à le point. Somme la force égale dp sur dt, deuxième loi de Newton. La variation du moment cinétique, راح نلاقي ومبره انه له علاقه بالمومون للفورس. يعني من هون اجت كمان فكره بتعطينا انه الفارياسيون تغيير الروتاسيون اوكي تغيير المومون دو روتاسيون للسيستم اوكي هو المبني بالمومون سينيتيك له علاقه بالمومون للفورس. وهذا الجروندور فيزيك اوكي كمان مهم بالنسبه لنا مثل حركه دوران الارض حوالين نفسها. هون من شو كون عم نحكي؟ كون عم نحكي عن مومون سينيتيك. هذا الجروندور هو بيعطينا مثلا قديش قابليه الحركه عند الارض لتبقى مستمرة بهيدي الدوران أو تعطينا مؤشر الدوران عنده. أو مثل الإلكترون حوالين النويو كمان عنده مومون سينيتيك. هيدي المومون سينيتيك تلعب دور مومون سينيتيك حوالين النويو فعنده مومون سينيتيك انترنسيك يعني سبين حركة دورانه حوالين نفسه. كمان هون إذا بندرس المومون سينيتيك للإلكترون نعرف أوكي حركة الدوران وكيفية هيدي الدوران وبتعطينا معلومة عن هذا الموضوع. هلا نحن ما رح نفوت لا بالبلانات ولا رح نفوت بالأشياء الأتوميك بالإلكترون والنويو. نحن سيستم ميكانيك كلاسيكي بس عم بشرح انه وين فينا هالمومو سينيتيك او المومو انجولير كمان نحكي عنه ومن اسمه مومو انجولير كمان اوكي يعني عندنا فارياسيون للانجل يعني عندي روتاسيون. المومو سينيتيك او بوان او دان بوان ماتيريال ام دو ماس ام بيكون عنده فيتاس في هي شو التعريف اللي لها؟ إذا عندنا هون طلعوا أخذت تراجكتوار هيدا تراجكتوار كيلبونك عندي بارتيكول عم تمشي على هالتراجكتوار أوكي بهيدي النقطة قلت عندها هيدي الكونتيتي دو موفمون أم في أوكي للبارتيكول أم اللي بتبعد عن الأوريجين أو بالنسبة لشو؟ بالنسبة للأوريجين حاليا عم بدرسها أو. طيب عندنا من أو للأم هي فيكتور أو أم اللي هي الأر
وعندنا هيدي الكونتيتي دو مومون. شو بتقول ديفينيسيون للمومون سينيتيك؟ سيجما بارابور او هي او ام برودوي فيكتوريال لا كونتيتي دو مومون بي ايغال او ام برودوي فيكتوريال ام في بدلتها بقيمتها، او كمان فينا نقول هي ار برودوي فيكتوريال ام في. الار اللي هي مثلتها بشو؟ بالاو ام. وهون شو اعطيت اذا بتلاحظوا؟ اعطيت مومون كلكونك، يعني ممكن تكون تراجكتوار ريكتيلين طبق عليها هيدي، ممكن تكون تراجكتوار كلكونك، ممكن تكون موفمون سيركولير. بس نحن اكثر وين بدنا ندرسها؟ بدنا ندرسها بالموفمون سيركولير، لان بالموفمون دو ترانسلاسيون شو بندرس؟ كونتيتي دو موفمون بي. بهيدي الحاله هون واحد بيقول لي طيب انه في عندي جزء من ارك ايه، في جزء من ارك مثل عندي كموفمون سيركولير صغيره، او مش موفمون سيركولير، كموفمون على ارك على كورب كيرفيلين كلكونك، فنقدر نطبقها. ايه بنقدر نطبقها. سيجما ديفينيسيون اللي لها باختصار اللي هي المومون سينيتيك ار برودوي فيكتوريال لا كونتيتي دو موفمون اللي هي ام في. هون بنطبق ديفينيسيون للبرودوي فيكتوريال، نورم للاول فيكتور ار هي، نورم للثاني فيكتور ام في هي، سينوس للانجل بيناتهم، سينوس للانجل الفا اذا اخذت من الاو للام هذا هو ديريكسيون، الام في هيك وصلهم باصغر انجل ببعضهم بتطلع عنا هيدي هي الانجل الفا. اوكي هيدي سينوس الفا. ضرب او هو فيكتور يونيتير. شو هذا الفيكتور يونيتير؟ هو فيكتور يونيتير بيربوندكولير او بلون فورمي من اثنين فيكتور اللي هن او ام والكونتيتي دو موفمون ام في. وهذا حكينا فيه سابقا وعم نرجع نكرره. الموديول هي ام ار في سينوس الفا. ليه؟ لأن الفيكتور يونيتير الموديول اللي قلو هو عبارة عن A. اليونيتير اللي قلها هي كيلوغرام متر كاري بار سيكوند. كيلوغرام من وين اجت؟ من الماس. المتر من وين اجت؟ متر كاري واحدة من هون هذه أم، والفيتاس هي متر بار سيكوند، وهذه هون الكيلوغرام. هي بالتحديد اليونيتير كيلوغرام متر كاري بار سيكوند. عندنا رمارك هذه الرمارك بنستعملها عادة مباشرة دغري بالإكزرسيس حتى نسهل على حالنا الشغل، مثل موضوع المومول الفورس. دغري مباشرة فينا نستعمل الموديول للمومول سينيتيك سيجما هي ام في دي. طلعون شو منكون شلنا؟ الار والسينوس الفا منكون شلنا، استبدلتهم بالدي. كيف؟ اذا اخذنا ديريكسيون للكونتيتي دو موفمون للفيتاس، اوكي، ومديت من البوان او اللي عم جيب نسبه الى المومون سينيتيك. هذه البوان او شو هي؟ هي البوان اللي عم جيب نسبه الى المومون سينيتيك. او بمد منها بيربوندكولير على الكونتيتي دو موفمون على الفي، هذا هو البيربوندكولير، هذه هي الديستانس دي. طالما هيدي عندي هون انجل الفا فصارت هيدي الانجل الفا. سينوس بالتريونجل او اش هون عفوا، فبنستعمل تريونجل او اش ام، فالسينوس للالفا هي او اش على او ام، فصارت هي دي على الار. دونك دي هي عبارة عن R سينوس للألفا. ونحن شو معنى سيجما بارابورا أو الموديول اللي هي فوق؟ هي M V R سينوس للألفا، وين هيدي؟ هي هون. فصار عنا ال R سينوس ألفا هي دي، فحطيناها M فو V فو دي. ملاحظتين، الأولى دي هي أي ديستانس؟ هي ديستانس من البوان اللي عم بجيب بالنسبة إلى المومون سينيتيك لا ديريكسيون للفيتاس. هيدي بدنا ننتبه لها، هي الديستانس من البوان او اللي عم جيب على اساس المومون سينيتيك للديريكسيون تبعت الفيتاس. النقطه الثانيه مثل موضوع المومون للفورس، اوكي، كيف بيتشكل هيدا الفيكتور او ام؟ الفيكتور او ام هيدي البوان، اوكي، اللي عم بيشتغل او هي مثل البوان دو ريفيرونس اللي عم بيشتغل على اساسها مثل السنتر دو روتاسيون، والام هي البارتيكول، اوكي، البوزيشن للبارتيكول اللي بتكون اون موفمون اللي عندها فيتاس، يعني وضعيه محدده، مثل على نمط
تماما على نمط شو؟ على نمط المومول الفورس. هلا هيدي لا بارتيكول وموفمون كيلكونك. طيب عم بركز عم شدد هيدي مومون سينيتيك كجنرال بارتيكول بموفمون كيلكونك. طيب اذا اخذنا لا بارتيكول مش لسوليد، يعني انا ليش عم بقول لا بارتيكول؟ يعني مني لسوليد، ولكن هيدي البارتيكول عم نعمل فيها موفمون سيركول او عم تعمل موفمون سيركولار كاد موفمون سيركولار لشو؟ لبارتيكول بعد مش لسوليد. يعني هون بالبداية لشو أخذت؟ أخذت المومون سينيتيك دان بوان ام، طلعوا هون دان بوان ام بارابور ان بوان او، لأن او بتكون أوريجين ما بتكون أوريجين بوان كيلكونك لما هنالك دم... إيه ممكن، يعني مش ضروري هي اللي بوان أوريجين للسيستم داكس اللي عندي إياه أو للريبير اللي عندي إياه، ممكن بوان نحن بنختارها او حسب الضمنيه بالاكزرسيس بتوجهنا لها. طيب هون اول حاله نحن عم بشدد انه عم نحكي عن مومون سينيتيك لبوان. هلا بعد شوي بنشوف للسوليد. طيب هيدي البارتيكول وهيدي البوان عم تعمل مثلا موفمون سيركولار، نحن بنعرف موفمون سيركولار يعني الفيتاس هي ار تيتا بوان والالفا هي صارت شو؟ بي سير دو. ليش عم بقول الفا هي بي سير دو؟ لان بس عم بحكي عن سيجما بالنسبة لأو، أوكي شو هي؟ هي M R V سينوس ألفا E، هذه اللي فوق حطيناها. طيب هون نحن الألفا بحالة الموفمون سيركولار بنعرفها. كيف بنعرفها؟ من O هيدا الـ O للM، هيدا هو الـ OM، طلعوا فيه مدوا هيك هيدا الديركسيون للا، هيدي الأنجل بيناتهم أوكي هي 90 للريون toujours tangente عفوا toujours perpendiculaire على التانجنت. فالانجل بين ال او ام والفيتاس اللي هو تانجنت على السيرك اوكي هو بي سور 2. فعشان هيك حطيت هون هيدي قد ايه قيمتها؟ الالفا هي بي سور 2 بين مين ومين؟ بين ال او ام والفيتاس هي بي سور 2. هيدي لوين بدها توصل؟ انه سيجما ايجال ار ام في سينوس بي سور 2 مع كا. شو هي الكا؟ وبدنا نبلش نركز، اخترت تسمي كا بدل او، بس حتى اعطي هيك فكره انه حتى ميز، لان قبل كنت قايل او هي بيربوندكولار على البلون، كمان كا هي بيربوندكولار على البلون، بس هلا الكا شو بدها تعطينا فكره؟ بدها تعطينا فكره انه الكا هي سونس دو روتاسيون. هي شو بتعطينا؟ سونس دو روتاسيون. واحد بيقول لي كيف بدي اشوفها للكا؟ كيف بدي اعرف اتجاهها للكا؟ عن طريق ريجل تبعت روا دو دو لامان دو روا او ام بهيدا الاتجاه، بحط الفي اصبع الكبير هو او ام، اوكي حاولوا انتم طبقوها قدامكم على الشاشه، او ام لبرا مثلا لجهتي، الفي لجوا هيك تانجنت، اوكي كف ايدي كيف صار اطلوع، فهيدي الكا. فهيدا شو بكون هون؟ بمثل الكا طلوع بلس، هي شو بتمثل؟ السونس دو روتاسيون. او فيكم تستعملوا règle de la main droite. في فرق règle de la main droite عن trois doigts de la main droite. trois doigts de la main droite هي منطبعة على ال produit vectoriel، بينما règle de la main droite هي رح طبقها على sens de rotation. طيب كيف sens de rotation رح عمله؟ بكف ايدي، اوكي بفتح ايدي كيف واحد عم بسلم، بفتح كف ايده واصبعه الكبير ما بيكون وبيكون بشكل بيربوندكولار على الباقيين، وبيعمل لفة ايده بهذا الشكل، يعني بلف ايده مع السيركل، كف ايده بلفه مع السيركل. اوكي كيف السونس دو موفمون للبوان بي؟ بنلفها هيك اوكي، والاصبع الكبير بيكون لفوق، يعني صار هيدا السونس لفوق. اوكي فما بعرف لو نحن كنا حضوريا كنتوا بتشوفوني كيف بعملها، بس للاسف نحن هيك فعم، بس اللي بعرفه انه راجل دو لامان دو روات مرقه معكم. اوكي فانا حاطط هون هيدا الفلاش اللي هون كيفيه دوران البارتيكول كيف عم تنتقل من هون لهون لهون بهيدا الشكل. اوكي فحركه الدوران هيدا الفلاش اللي هون بيكون بمثل كف ايدي، انا موقفه وقوف اوكي وعم بلفه، عم بلف يعني عم بلف ايدي كسيركل، عم بلفها عم اصابيع عم بعملهم مثل سيركل
واصبع الكبير تركو اوكي مش معهم، يعني هو بيربوندكولار عليهم طلوع لفوق، فبكون هذا اتجاه السنس دو روتاسيون. خلينا نكمل من بعد الكا. عندي ام ار محل الفي، طالما عندنا موفمون سيركولير شو حطيت؟ ار تيتا بوان. سينوس للبي سور دو هي ها، فصار عندنا ام ار هودي الفي ار تيتا بوان كا. الام ار ار يعني ام ار او كاري تيتا بوان. اوكي نحن بنعرف لا بارتيكول قبل شوي اخذناها مريت معنا قبل، انه فور اون بارتيكول عم تعمل روتاسيون حوالين ان اكس دلتا المومود انرسي اللي هي ام ار او كاري، راح بدلها فصارت سيجما هي اي تيتا بوان كا. بحاله الموفمون كالكونك طلعوا تركتها هي ام ار في MRV sinus alpha مع vecteur unitaire E perpendiculaire على البلان المؤلف من OM اوكي والكونتيتي دو موفمون MV. بينما بحالة البارتيكول عم تعمل روتاسيون يعني عم تعمل موفمون سيركولير، شو طلعت معنا؟ إلى علاقة بشو؟ بالإي هي إي تيتا بوان. فهلا لننتقل من هيدي النقطة من هيدي لنعمم للسوليد. ليش بدي أعمم للسوليد؟ لأن كل بارتيكول هي موجودة على السوليد اون روتاسيون شو بتكون عم تعمل؟ عم تعمل موفمون سيركولير. فهيدا اللي راح يصير هلا. راح نروح نشوف موفمون سينيتيك هون هيدي بي موفمون سينيتيك بور ان سوليد اون روتاسيون. أخذت سوليد اون روتاسيون حوالين اكس دلتا هيدي تيتا بوان، طلعوا الاتجاه كيف اوكي. هيدا الفلاش اللي هون هيك اذا بدكم، هيدا اللي بيمثل الكا هو سونس دو روتاسيون اللي حاططها هون، هي سونس دو روتاسيون بيرلو. يعني هيدا السوليد شو عم بيعمل؟ روتاسيون بهيدا الشكل. طيب هون اخذت بوان ام اي، هيدي الريون عم تعمله، هيدا عم تعمل مثل ما اتفقنا كل بوان شو عم تعمل؟ كل بوان بتعمل موفمون سيركولير. هون حطيت سوليد اون روتاسيون، عندي تيتا بوان هي بتساوي تيتا بوان اي، والفيتاس لينير هي ار اي تيتا بوان. طيب الموفمون سينيتيك للسوليد هي الموفمون سينيتيك جمع الموفمون سينيتيك لكل بارتيكول موجوده هون، يعني هي سوم على الاي لسيجما اي ايجال سوم على الاي. هيدي السيجما اي اوكي هي اللي طلعت معنا قبل شوي لا بارتيكول بموفمون سيركولير. هيدي طلعت موفمون سينيتيك تيك دون بارتيكول شو الموفمون اللي لا عندها اون موفمون سيركولير اللي طلعت قبل شوي. عفوا طلعت كتير. هي هون هي ام ار كاري تيتا بوان، فشو حطيت؟ ام اي ار اي او كاري تيتا بوان اي معك. هون محل الفيتاس لينير شو بدنا نحط؟ بدي احط ار اي تيتا بوان. هون محل الفيتاس لينير هيدي الفيتاس هيدي في اي، شو بدي احط محلها؟ بدي احط محلها هيدي. شو صار عندنا؟ صم على الاي ام اي ار اي او كاري. من وين اجت الار اي او كاري؟ هيدي ار اي مع الار اي اللي هون مضروبين ار اي او كاري وتيتا بوان. تيتا بوان ما لها علاقه بالصم، ظهرتها لبرا مع الفيكتور كا اللي هو بيمثل سونس دو روتاسيون اللي هو صعودا لفوق. سيجما شو صارت؟ هيدي هي صارت عبارة عن شو؟ الإي للسوليد. يعني الصم هون إي للسوليد هي الصم على الإي أم إي أر إي أو كاري. فلحتى بالنسبة للسوليد حتى نسبة للسوليد طلعت معانا الموفمون سينيتيك هي إي، ولكن إي للسوليد قبل شوي فوق طلعت إي للبارتيكول يعني ام ار كاري اوكي. هلا هون اي للسوليد تيتا بوان مع فيكتور كا اللي هو بيمثل سونس دو روتاسيون.
هلا إلى السوليد إذا عندي سفير هي 2 sur 5 أمار كاري، عندنا سيلندر هي 1 demi أمار كاري، إلى ما هونك، عندنا تيج هي تيج مثلا مارق بالسنتر دينرسي هي 1 sur 12 أمار كاري. فهون حسب شو طبيعة السوليد هيدي بشكل عام. هلا حدا هون إذا بده يسأل هل الديمونستراسيون هودي مطلوبين؟ لا منه مطلوبين، يعني هون مومو سينيتيك للسوليد هي بحالة روتاسيون هي اي للسوليد تيتا بوان، دغري بدنا نحفظها. اوكي للبارتيكول بحالة موفمون سيركولير هي اي تيتا بوان، اوكي لا بحالة بارتيكول موفمون كيلكون كيرفيلين هي لي برودوي فيكتوريال، يعني هي ام ار في سينوس الفا مع فيكتور يونيتير بيربوندكولير على البلان، دغري هودي مثل هودي اللي حاطط لكم اياهم ب كادروات، هودي للحفظ كلهم بدكم تحفظوهم. اوكي والمومو دينرسي حكينا فيهم قبل، مومو سينيتيك عفوا الانرجي سينيتيك كمان بدنا نكون حافظين ترانسلاسيون وروتاسيون، والمومو بدنا نكون حافظينها مثل ما حكيت قبل، يعني المومو شكلها النورم اللي إلها كيف بألفها كيف بحكي عنها. طيب نجي هلا لاخر نقطه او قبل اخر نقطه هي تيوريم دو مومو سينيتيك. بس قبل ما فوت بالتيوريم دو مومو سينيتيك خلينا نعمل هون كتابلو مقارنة بين الموفمون دي ترانسلاسيون والروتاسيون. بالموفمون دي ترانسلاسيون نكون عم نحكي عن كونتيتي دو ماتير ماس ام، بالروتاسيون نكون عم نحكي عن مومو دينرسي. اوكي فهون نكون عم نحكي عن مومو دينرسي، بحالة الترانسلاسيون بنحكي عن فيتاس لينير واكيد مع اكسلراسيون لينير، بحالة الروتاسيون فيتاس انجولير واكسلراسيون انجولير تتا بوان تتا دو بوان. الاكسلراسيون انجولير اللي هي تتا دو بوان، ولا رح ارجع ضيفه تحت واحكي عنها. بحالة الترانسلاسيون بنحكي عن كونتيتي دو موفمون ام في، بحالة الروتاسيون بتلعب مع دورة هي سيجما هي اي تتا بوان. بحالة الترانسلاسيون بس بدي ادرس مسببات الحركة اللي هي شو، هي عبارة عن سوم للفورس اكستيريور. بحالة الروتاسيون مين بيسبب الروتاسيون، شيء بنسميه او كونتيتي فيزيك بنسميها هي المومون للفورس اكستيريور. بحالة الترانسلاسيون شو هو الوال من خلاله نقدر نحدد الاتا ديناميك للسيستم، اوكي او ندرس الموفمون للسيستم هي دوزيام لوا دي نيوتن سوم للفورس اكستيريور بتساوي دي بي سور دي تي. بينما بحالة الروتاسيون هي سوم للمومون للفورس اكستيريور اللي بتساوي دي سيجما سور دي تي. هيدي اللي هي اسمها تيوريم دو مومون سينيتيك او بنسميها برينسيب فوندامونتال دو لا ديناميك دو روتاسيون اللي هي هون. هيدي بدنا نروح نبرهنا. طيب هون كيف الديمونستراسيون؟ كمان ديمونستراسيون مش مطلوبة بس لحتى نعرف من وين اجت هيدي. بنقول سيجما شو عندي اياها؟ رح ابدا من هون، رح ابدا من الديريفي. سيجما هي او ام برودوي فيكتوريال بي. دونك ديريفي للسيجما بارابور او تون هي دونك دي سور دي تي للاو ام برودوي فيكتوريال ام في بكل هيدي الكونتيتي. بدي اعمل لها ديريفي اذا عم بقول دي سيجما سور دي تي. بالبرودوي فيكتوريال مش برودوي سكالير، ديريفي لذكركم ديريفي للاو فوا في بالبرودوي سكالير هي او بريم في، كنتوا تقولوا بلس في بريم او. طلعوا كنتوا الترتيب ما يأثر، ولكن بالبرودوي فيكتوريال لا بيأثر الترتيب، لأن أنا إذا شقلبتهم الـ V بريم U يعني شو بكون عملت بهذه بدل البرودوي إسكالير صار عندي برودوي فيكتوريال، تغير عندي شو، تغير عندي السونس للروتاسيون. وهذه نجي وحكيت عنها ببروبريتي قبل إنه الـ A برودوي فيكتوريال B هي موان B برودوي فيكتوريال A، يعني إذا كان عندي A برودوي فيكتوريال B واحد رح أطلع B برودوي فيكتوريال A غلط. شو السبب؟ انه عكس لي سونس دو روتاسيون مثلا، هو هذا قلب لي الموفمون كله. فعشان هيك حتى بالديريفي بدنا نحافظ على الترتيب بالبرودوي فيكتوريال.
فهون رح أعمل DOM sur DT برودوي فيكتوريال MV plus ما فيش عندي V' بدي حط U U fois V' يعني U برودوي فيكتوريال D sur DT لل MV okay. بيجي هلا DOM sur DT هي عبارة عن شو؟ هي ديريفي لفكتور بوزيسيون بارابور اوتون يعني هي فيتاس حطيتها اي في برودوي فيكتوريال ام في او ام حطيتها مثل ما هي الام في رجعتها دي بي سور دي تي هون شلت الماس هي كونتيتي سكالير ماس كونتيتي سكالير يعني ما إلها علاقة بشو رقم ما بيلعب دور بالبرودوي فيكتوريال ام في برودوي فيكتوريال في ونحن أخذنا بالبروبريتي A produit vectoriel A أو E produit vectoriel E اثنين فيكتور مثل بعضهم بعملهم produit vectoriel أوكي زيرو ليه؟ لأن السينوس للأنجل بيناتهم هي زيرو فصارت هيدي زيرو شو بقى عندي؟ أو M produit vectoriel DP محل DP شو استعملت؟ دوزيام لوا دو نيوتن يعني الـ DP sur DT شو هي الصم للفورس اكستيريور شو صار عنا بقي عنا دي سيجما سور دي تي ايجال او ام برودوي فيكتوريال سوم للفورس اكستيريور هيدي اول تيرم زيرو راح او ام برودوي فيكتوريال لمين للاف 1 زائد اف 2 زائد اف 3 هيدي شو يعني هي اف 1 بلس اف اي هيدي سوم للفورس قمت عملت برودوي فيكتوريال او ام برودوي فيكتوريال اول وحده زائد او ام برودوي فيكتوريال ثاني وحده حطيتهم او ام برودوي فيكتوريال اف 1 بلس او ام برودوي فيكتوريال اف 2 بلس او ام برودوي فيكتوريال لحد الاي طب كل وحده منهم مش هي المومول الفورس هيدي مومول اول فورس هيدي المومول ثاني فورس هيدي المومول الفورس اف اي يعني صار عندي سوم للمومول الفورس فصار عندنا دي سيجما سور دي تي هي سوم للمومول الفورس اكستيريور هون بدي اضيف شغله هون بدنا نضيف شغله انه سوم للمومون للفورس اكستيريور كمان فينا نكتبها هي دي سور دي تي لسوليد ان روتاسيون هي اي تيتا بوان مع فيكتور يونيتير كا اللي بحدد السونس دو روتاسيون يعني اي بتظهر لبرا هي كونستانت دي تيتا بوان سور دي تي مع كا سونس دو روتاسيون يعني الكا شو بتمثل السونس دو روتاسيون ديريفي للتيتا بوان شو هي تيتا سكوند يعني تيتا دو بوان ديريفي دور دو يعني هي اي تيتا دو بوان كا طلعوا شو صار عندي كمقارنة قبل كان عندنا فورس سوم للفورس اكستيريور بتساوي الماس ضرب الاكسلراسيون هيدي ترانسلاسيون طيب تطلعوا بالروتاسيون سوم للمومون للفورس اكستيريور شو بتساوي اي تيتا دو بوان معك محل الفورس شو صار عندي مومون للفورس محل الماس شو صار عندي اي بتلعب دور الماس بحاله الروتاسيون الاكسلراسيون لينير مين بيلعب دوره بيلعب دوره هي الاكسلراسيون انجولار اوكي فهيدي المقارنه كمان بتسهل علينا فبس بدي استعمل برينسيپ فوندامونتال او ما غلطتش برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك دو روتاسيون فبنقول الصم للمومون للفورس ايجال اي تيتا دو بوان كا تيوريم دو مومون سينيتيك هو ذاته يعني واحد هي دي سيجما سور دي تي سوم للمومون للفورس اكستيريور فبيبقى عندي هيدي الريمارك هيك بنكون تعرفنا على دوزيام لوا دي نيوتن دو روتاسيون او برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك دو روتاسيون ريمارك اذا كان عندنا سيستم إيزولي أو سيستم سيدو إيزولي هو على الأرجح إنه بسيدو إيزولي يعني السيستم إيزولي ما إله وجود بسيدو إيزولي هو اللي يكون موجود بكافة الأحوال
بس نقول سيستم ايزولي او بسيدو ايزولي هون الصوم للفورس اكستيريور بتساوي 0 والمومو للفورس اكستيريور هي 0. طب اذا الصوم للمومو للفورس ايجال 0 هيها فيعني دي سيجما سور دي تي ايجال 0 سيجما كونستانت بنقول عنها كونسرفاسيون للمومو سينيتيك يعني ديريفي لسيجما بارابور او تون 0 يعني هي كونستانت فهذا بيعطينا كونسرفاسيون للمومو سينيتيك مومو سينيتيك كونسرفي فينا نقول سيجما افون بتساوي سيجما ابري او سيجما انيسيال بتساوي سيجما فينال وهذه وين بنستعملها؟ بنستعملها بالشوك مع حاله الروتاسيون وقت ما يكون عندي شوك فيو سيستم شوك وجزء من هيدي السيستم او هيدي الموفمون مع الشوك في روتاسيون فنحن بنستعمل شو؟ انه المومو سينيتيك هي كونسرفي جيست افون اي جيست ابري لو شوك بس يكون ركزوا معي سيستم بكره بس بدنا نحل في جزء منه هذا السيستم بالموفمون ليلو روتاسيون فما عادش بنستعمل الكونتيتي دو موفمون شو بنستعمل؟ بنستعمل من الكونسرفاسيون للمومون سينيتيك لو جزء منه خلص لو جزء كان ترانسلاسيون مثلا جزء روتاسيون خلص بعمم على السيستم كله شو انه بنستعمل عندنا كونسرفاسيون جوست افون جوست ابري الشوك الكونسرفاسيون للمومون سينيتيك. ختام هذا الشابتر مع انه بعد عندي رومارك فيه بدي احكيها مهمه. اوكي هلا اتطرق لها بفيديو لو صغير لحال. ويت عندنا ترافاي والبويسونس دان كور اون روتاسيون. كيف حكيت عن ترافاي قبل؟ حكيت عن الانرجي سينيتيك، حكيت لكم عن الانرجي بوتنسيال، هلا بدنا نحكي عن ترافاي بحاله الروتاسيون وبدنا نحكي عن البويسونس. هون لي ترافاي دي دبليو هي المومون للفورس ضرب دي تيتا. يعني كيف عندنا فورس ضرب ديبلاسمون، يعني عندنا مومون للفورس ضرب ديبلاسمون انجولير على نفس النمط. اذا بدنا نجيب الاوميجا توتال اذا ذاكرين قبل هي فورس ضرب ديبلاسمون الدرس الماضي ديبلاسمون للبوان دابليكاسيون. فهون بحاله الروتاسيون محل الفورس مين بيلعب دور؟ المومون للفورس. محل الديبلاسمون شو عنا؟ ديبلاسمون انجولار سميه اذا بدك. اوكي فهي دي تيتا. فبعمل انتجرال اذا عملت انتجرال هون وانتجرال هون بتطلع هي عباره عن اوميجا وتيتا. هلا هيدي للحفظ هي لها ديمونستراسيون بس ما رح ناخذها. هلا واحد بيقول لي انت بدي استعمل دي اوميجا وإلها عليها بدي تيتا حسب السؤال. يعني هو معطينا نجيب ترافاي إليمونتير فبدي استعملها، مش معطينا نجيب ترافاي إليمونتير ما بنستعملها حسب الدومين. البويسونس هي دي أوميجا سور دي تي، هي ترافاي عفوا إليمونتير على دي تي. ف بكمل بحط محل دي دبليو في إيميتا هون، يعني بتصير هي المومول الفورس كونستانت، أكيد عم نشتغل بالمومول الفورس كونستانت نحن. اوكي فظهر لبرا فبس بعمل ديريفي للتيتا بارابور اوتون. فهيدي هون ناسي حط بوان فالبويسونس هي صارت المومون للفورس اوكي ضرب تيتا بوان. كمان رح ذكركم بالحاله السابقه شو كان عندي؟ كان عندي فورس مع فيتاس. فهون محل الفورس شو صار عندنا؟ مومون للفورس. محل الفيتاس لينير صار عندنا فيتاس انجولار. هلا بيبقى عندي شغله بدي احكي عنها هي رولمون سون غليسمون ومبداها، هيدي بفيديو ثاني لحال بدي خصص لها فيديو لحال.